غزلان فاش كتفكري؟ قولي لي فاش كتفكري؟ شتا جالسة سارحة هذا يا اختي. عرفتي فاش كنفكر؟ كنفكر فواحد صاحبتي شتها بحال اللي واقيلا وصلها الخبر بانني راني تخطبت وانا ما بغيتهاش تعرف. هادشي علاش لقيتيني راني كنفكر. وعلى هي ماشي صاحبتك؟ ايوا جاوبي، واش هي ماشي صاحبتك؟ هي صحاباتي، هي كانوا صحاباتي مين كنت حرة دراسي. ما انا يا لالا دابا راني مرة الراجل، مين كنت حرة دراسي كانوا صحاباتي. انا دابا لا، دابا تبدل الوقت، تبدل الشغل، دابا ما بقيتش انا هي غزلان ديال شحال هادي. دابا لا حبيبتي خيتي، دابا راني مرة الراجل. ايوا دابا تقلق منك مي خبعتي عليها. ما خفتيش انها تقلق منك مي خبعتي عليها؟ وتقلق ومن بعد اصلا انا من بعد غنقول لها كلشي جا على غفله. يعني انا نقول لها انا تخطبت شحال هادي، نقول لها دغيا كلشي جا على غفله دغيا دغيا. وانا اصلا تندير راكب من ندير لاكب عاد نقول لها انا تخطبت، ما غاديش نقول لها درت لاكب. وندوز واحد المده على الاقل شي شهر نقول لها درت لاكب، هي يعني بقاش باش تعرفني. تيا ولا كل شيء جا على غفله حبيبتي. والله ما بالك ولا تان رصي اموري مع انا سيدي مزيان ندير لاك وعاد نقول لهم انا عاد تخطبت. يعني سحب كذاب غادي نخرج بهذا الخاتم؟ ما نخرجش بالخاتم ديالي دابا تان تسوج. وحبيبتي انت يا اختي زعما بنادم يدير منك اتونسيون، واخا انا اختك خص الواحد يدير منك اتونسيون. يرحم بقاو هاد الزمان بقاو شي صحابات، الزمان راه صعاب، راه خصك ديري الحساب لراسك وديري اتونسيون من الصحابات. وزيد انا مي كنت بوحديتي كانوا صحاباتي، دابا غادي نتزوج الوقت غادي تبدل، دابا انا صاحبتي هو راجلي مش من صحاباته صافي تانتيا. ودابا عرفتي اش غادي ديري؟ ونوضي تقعدي وكملي على ديك نشاب الحوايج اللي خليتي في السطح. انتي من نهار اللي درتي لنا داك الخاتم في يدك وانتي يا بحال لي تقولي محنيه، ما بقيتي ديري معانا لا شغل لا مشغاله، الشغل كله رجع عليا انا. نوضي نوضي تقعدي. وانتي من نهار اللي سمعناك تخطبتي وانتي بحال لي مع شنو لحقتي السما، واخا انا اختك وتبدلتي عليا مع على عسك صحاباتك. نوضي نوضي تقعدي. ايوا انا نايضه صدعتيني من ديك الحوايج نشريهم انا نايضه طالعه نشرهم، ياك ما غرتي مني حتى انتيا. عفاكم ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي الا بغيتوا فيديوهات بحال هادو، وما تنساوش حتى الجرس راه لتحت هوايا، فعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ولا بغيتوا بحال هاد الفيديوهات قولهم لي. نسيت واش نتوما مع غزلان ولا مع صفاء؟